مرحبا بكل المتابعين مشاهدينا متابعينا، هذه اجمل تحيه مني محدثكم فارس عوض على مجريات هذه المباراه بين منتخبين مميزين على الساحه الدوليه. في تاريخ بطولة كأس العالم كانت زمان في 1930 يومها لعبت البطولة في الأورغواي ونجحت الأورغواي في تحقيق اللقب، وكانت هذه أول بطولة استمرت حتى الآن حتى وصلت إلى عرش بطولات كرة القدم، بطولات لا يقترب من تاريخها أي شيء وأي بطولة أخرى مهما تقدم الزمان. لطالما قدمت لنا الكرة البرتغالية عديد الأسماء التي تألقت في سماء الكرة العالمية، كان ينقصها التوفيق لتحقيق البطولات، وهذا ما حدث في البطولة الأوروبية في 2016 لتحقق البرتغال أول لقب في التاريخ. يملك هذا الملعب تصميم فريد بعد أن تم هدمه وبناءه من جديد، تم إلغاء أيضا التراك من حول الملعب حتى يعطي تجربة جديدة للجماهير بالقرب من الملعب، حتى تكون الأمور أكثر متعة وأكثر إثارة في متابعة المباريات عن قرب، ويعتبر هذا أكبر الملاعب الروسية حيث تصل ساعة الآن إلى 81 ألف متفرج. ينتهي معها كل الانتظار، مباراة تخطف الأضواء، مباراة مركز اهتمام الجميع في الفترة الأخيرة، كلام كثير لكن كل شيء معلق بين أقدام اللاعبين في هذه اللحظات. حكيم زياش، كارفاليو، كريستيانو رونالدو، شوف المهارة يعدي فيها أندري سيلفا، والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. الآن يجد يرسل الكرة، الله على الفدائية من المدافع، شوف اعتراض الكرة الماضية. جواو ماريو، رافائيل غوريرو، كريستيانو بيلعب الكرة العرضية، برناردو سيلفا، كرة بتتخلص في وسط الملعب بتوقع ممتاز، جواو موتينيو، يونس بالهندة، تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة، كريم الأحمدي ومحاولة ولكن كرة تصل إلى الحارس. برافو للمدافع، خلص الكرة. كارفاليو،
حلو التحرك من اللاعب لاحتراز الكرة. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. كارفاليو بيلعب لكرة، كرة عالية على المرمى بكثير. شوف الاحتكاك البدني، شوف محاولة استخلاص الكرة. يونس بالهندة، المنافس يسيطر على الكرة. برناردو سيلفا، جو موتينيو، حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. والتمريرة، شوف كان عنده أكثر من حل، المساندة تأتي. كارفاليو، أوهو، ممكن يلعب لك كرة عرضية الآن. عرضية في العمق، هذه تصويبة. تعامل ممتاز من المدافع مع الكرة. كريم الأحمدي، كارفاليو، مستحيل اللقطة، مستحيل اللقطة. الله على الكرة، على النهاية. أوه، على هذا الهدف. متعني متعني متعني. هدف متوقع، يسير مع مجريات اللقاء. كانوا الأخطر، كانوا الأفضل، خلقوا العديد من الفرص وسجلوه. هدف ملعوب جاء من لعب جماعي مميز. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كرة بشكل سليم، فريق يستعيد الكرة في نص الملعب. جواو موتينيو، جواو ماريو، فرصة متاحة للتسجيل. تصويبة كانت بحاجة المزيد من الدقة والتركيز. أجواء كبيرة في الشوط الأول لهذه المباراة الدولية الودية. حتى الآن لم تحسم المباراة بعد، وإن كان هناك فريق متفوق في الشوط الأول، لكن هدفا يمكن تعويضه في أي وقت في الشوط الثاني. ضربة البداء تعلن رسميا عن طريق الشوط الثاني. تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات. شوف النقلات، جو موتينيو، أندريس سيلفا، فرصة هدف الآن. يا رب، هدف لمصلحة البرتغال، هدف لأحفاد يوزيبيو. يا لعيب يا لعيب، هذا كثير جدا كثير جدا. هدف سينمائي، هدف عبقري. أرسلها في المرمى ليؤكد على تفوق الفريق في لقاء اليوم. الله على استلام الكرة، جمال التصويبة، صعوبة الزاوية أيضا على حارس المرمى. هدفين مقابل لا شيء الآن، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. تبديل منتظر في قادم اللحظات. مدافع يقطع الطريق للكرة العرضية.
كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. المدرب قرر يغير في هذه اللحظات. جوزيه فونتي، بيبي، جواو ماريو، كارفاليو. كرة جميلة، فرصة لإرسال الكرة في الشباك. اقترب للكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية والكرة ما زالت مع المهاجم. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. يونس بالهندة، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. صراع قوي لافتكاك الكرة. تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. تألق كبير من حارس المرمى. مهدي بن عطية، يونس بالهندة، حكم اللقاء يقرر احتساب مخالفة. نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية، قدمه اتجه مباشرة لقدم الخصم. صحيح، كانت عرقلة واضحة وخطأ صحيح يحتسب حكم اللقاء. واضح المدربين الآن يبحثون عن تغيير في أرضية الملعب، تغييرات في نفس التوقيت. جوزيه فونتي، جيلسون مارتينز. كرة تصبح في سيطرة الفريق المنافس. إصرار كبير من المدافع، شوف يجبر اللاعب على الخروج بالكرة. رمي التماس تنفذ بسرعة. أشرف حكيمي، حكيم زياش، كريم الأحمدي. الله على الدفاع، شوف قطع الكرة قبل ما تشكل خطورة. كريستيانو رونالدو، كواريزما. كرة متاحة للتسجيل. يا رب، لا يمكن للتاريخ أن يتوقف، وكريستيانو لم يقل كلمة أخيرة. صاروخ ماديرا يحرق المرمى، أنتونيو سجل، كريستيانو يضرب من جديد. نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى. لا شيء، هي النتيجة حاليا. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. 6 دقائق فقط على نهاية المباراة. يونس بالهندة، رافائيل غوريرو، كارفاليو، تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة.
تنتهي المباراة التي كانت في المسمى مباراة ودية، لكن ما شاهدناه اليوم يؤكد بأنهم خدعوك وقالوا ودية. بين المنتخبين نتيجة كبيرة ستبقى في الذاكرة حتى وإن لم تكن مباراة رسمية. مباراة غابت فيها الندية وبالتالي غابت المتعة، بالرغم من أننا شاهدنا الكثير من الأهداف في مباراة اليوم، لكن اللي ترى غابت لأن كل الأهداف كانت في اتجاه واحد.